مضمون اليوم اللي كانت مع جمعية أطباء العدالة والتنمية في جهادية فصل قرويين تنسق مع جمعية تفاوي التنمية البشرية بمدينة إيمو الزار، يعني كتجي في إطار مخطط العمل السنوي اللي خططناه واللي كيعتمد على مجالين أساسيين، المجال ديال العمل الميداني من خلال التوافد الطبية وهذه إحداها وأولها، وكذلك المجال ديال التكوين والتأطير ديال الأطباء وديال يعني الأطر الصحية، ومجال ديال النقاش حول السياسة الصحية. ولتذكير فراغ الجمعية كانت منظمات ملتقى وطني اللي كان حضره السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة، واللي كان فيه نقاش معمق حول السياسة الصحية في المغرب، والحمد لله كان لقاء ناجح وكانت المساهمة ديالنا يعني الحمد لله مقدرة في تعميق النقاش وفي بالنسبة يعني النقاش حول مستقبل الصحة في المغرب. واليوم كيجي هذا النشاط هذا لفائدة يعني فئات المعروفة بالهشاشة وبالفقر في منطقة قروية، وبطبيعة الحال هذا كيجي انسجاما مع أهداف الجمعية اللي كتستهدف أولا فئات فقيرة والهشة، وبطبيعة الحال انسجاما كذلك مع السياسة ديال وزارة الصحة اللي كتجعل من العالم القروي من أولويات العمل ديالها ومن أولويات الاستراتيجية ديالها. إذن فنحن اليوم يعني الحمد لله القافلة تضم حوالي 11 تخصص جراحي وطبي، وكتستهدف تقريبا حوالي 600 ديال المواطنات والمواطنين، اطفال نساء شيوخ كما قلت. ويعني الحمد لله الامور غادية بشكل جيد، التنظيم جد ممتاز، وكنشكروا بهذه المناسبة الاخوان ديال الجمعية ديال التفاوين وكذلك السلطة المحلية واللي يعني كتقوم بالدور ديالها. كنشكروا كذلك جمعية الاخلاص اللي كتقوم بعمل جاد يعني مقدر الحمد لله معنا اليوم من خلال يعني التحاليل الطبية اللي كتقوم بها لفائدة أمراض الناس ديال السكري، خصوصا أمراض السكري والضغط الدموي. يعني التخصصات كما قلت كاين عندنا تخصص ديال طب الأطفال، طب النساء والتوليد، طب الجهاز الهضمي، القلب، الغدد، وكذلك طب امراض الجلد قلت، وكما قلت والمسالك البوليه وجراحات الانف والحنجره. اذا هذه كلها تخصصات اللي الحمد لله استطعنا اننا نعبئوا مجموعه ديال الاطباء شباب من اجل العمل في هذه القافله. وبطبيعه الحال كنشكروا جميع المتدخلين، وكنشكر كذلك الفعال من خلال الجهيزات ديال المركز الصحي والجهد ديالهم مقدر، وكنجدد الشكر الجزيل لكل من السيد مندوب الاطر الصحيه بمدينه إيمو الزار. اولا كنشكر البشريه بإيمو الزار كندر تحت شعار السلامه الصحيه رهان التنميه الاجتماعيه، وقد وضعت الجمعيه يعني اهدافا استراتيجيه لهذه القافله. الهدف الاول كيتمثل في ترسيخ القيم المواطنه الحقه والخدمه الانسانيه. الهدف الثاني وهو تقريب الخدمات الصحيه للمواطن الذي يعاني الهشاشه والاقصاء الاجتماعي. وفي هذا الاطار هذا يعني هذه القافله الطبيه هي يعني درنا الجمعيه درتها نقمتها بشراكه مع جمعيه اطباء العداله والتنميه وبتنسيق مع مدرسه صلاح الدين الايوبي الخصوصيه في مدينه إيمو الزار كندر وفي المناطق المجاوره. وهذه القافله هذه يعني انا متغي من ورائها تقريب الخدمات الصحيه لمجموعه من الفئات التي تعاني الهشاشه وتعاني الاقصاء الاجتماعي، وليست لديها الامكانيات الماديه والمعنويه لكي يعني كي تلتحق بالمراكز الصحيه او المستشفيات الجامعيه بحال فاس مثلا او صفرو. ولذلك جاءت هذه المبادره ديال الجمعيه باش تقرب هذه الخدمات الصحيه للمواطن البسيط في الاحياء الهامشيه التي تعاني
الهشاشة وتعاني من الخصاص النووي والفقر. وفي هذا الإطار هذا فاش كتدخل هذه القافلة الطبية هذه، وكنشكر أولا يعني هذه الإذاعة هذه اللي يعني اتاحتنا هذه الفرصة، فاس بريس كنشكرها على أن اتاحتنا هذه الفرصة هذه وجاتنا التغطية الإعلامية، وكنشكرها بزاف. كنشكر الطاقم الصحفي اللي قام بهذه التغطية هذه، وشكرا.